السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم كريم من عرب اكسبلويت. النهاردة ان شاء الله هنعمل زي فلاش باك كده عن الحاجات اللي المفروض كنا نقولها في الاول، اللي هي ازاي تعمل سيت اب لللاب والكلام ده. ان شاء الله النهاردة هنتعلم ازاي تبدأ تبني اللاب بتاعك عشان تقدر تحضر لشهادات الويب بنتيشن تستنج. حابب بس افكرك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير لو عجبك الفيديو والفيديوهات اللي فاتت، عشان ده بيساعدنا كتير. ويلا بينا نبدأ. اول حاجه هنا احنا كل اللي هنعمله هنروح على مثلا هنا داونلود كالي لينكس. اول لينك هيطلع لك هتدوس عليه جيت كالي لينكس. هتروح على البيج دي، انا بيقول لك تشوز البلاتفورم اللي انت عايز تسطب عليها الكالي لينكس. ممكن تسطبها يا اما بيرميتال فيرتشوال ماشين، على موبايل، على ويندوز سب سيستم فور لينكس، اللي انت عايزه. بس الريكومندد يبقى فيرتشوال ماشينز. هتيجي عليها هتنزل تحت هيقول لك عايز تسطبها على في ام وير ولا على فيرتشوال بوكس. انا عن نفسي هتطبها على الفي ام وير. هتدوس من هنا تعمل داونلود، هتنزل عندك هيبقى بالمنظر ده كده. انا عملت لها داونلود بس اختصارا للوقت. تمام، تعال بقى نمشي معاها واحده واحده كده. اول حاجه هن اكستراكت الفيرشوال ماشين، اكستراكت وكالي، نعمل لها اكستراكشن اهي. خليني مثلا اوقف الفيديو لغايه ما تخلص وبعد كده نكمل تاني عشان ما ياخدش وقت كبير يعني. اوكي، هو كده خلص، عمل لها اكستراكت اهو. تعالى ندخل على الكالي لينكس الفيرشوال ماشين اهي، في ام وير فيرشوال ماشين كونفيجريشن. دبل كليك، المفروض ان هو يفتح لنا اهي الماشين. مش عارف هي ظاهره كده ولا لا. اهي دي السبيكس بتاعتها، اليوزر نيم كالي، الباسورد كالي. تعالى قبل ما ندخل بس نعللها الرامات شويه، نخليها مثلا 4. الهارد ديسك احنا مش محتاجين يبقى 80، ممكن نقلله بس. او شت سوري، اديت. تعال نخليه 4. اوكي، او يعني اتليست المفروض تبقى 4 يعني عشان تبقى سريعه معايا. وباور اون الفيرشوال ماشين دي، وتقول له اي كوبي. طبعا فكك بقى من الشغل بتاع زمان اللي هو ديبيان وتحط الايزو وتمشي وراها واحده واحده وانستول الجريب. خلاص هم سهلوا علينا الموضوع ده كله وادونا في ام دي جاهز ان انت بس تعمل له ران عندك هيشتغل على طول. وهي بتنزل بالكونفيجريشن بتاعتها نات وكل حاجه فيها موجوده. انت بس كل اللي احنا محتاجينه ان احنا نعمل لها داونلود، بعد ما نعمل لها داونلود ندوس على الفي ام، المفروض ان هي تشتغل عادي. اوكي، كالي حتى مش محتاج تسطب الاوبن في ام وير ديسك توب عشان تكبرها، لان هي كانت بتنزل صغيره وانت بتحتاج تنستول اوبن في ام وير ديسك توب. هي بتنزل معاك اهي كده، انت بقى عندك الكالي لينكس ماشين اللي تقدر تتدرب عليها عشان تبدا في الويب بنتريشن كورس او تبدا تتابع معايا الكورس. صح، تمام. حاجه تانية، طبعا انت اول ما هتنزل طبعا ابديت وابجريد، هتيجي تقول له ايه، معلش انا اسف، sudo apt dash get update. بس اكتب sudo صح الاول، apt dash get update كالي. المفروض ان هو هيجيب الابديت بقى من الريبوزيتوريز بتاعته اللي هي اوريدي متعرفه عنده هنا. بعدين هقول له sudo apt dash get upgrade. خلصت، يلا من بي المفروض ان هو بيفتش بقى الحاجات اللي نزلها. تقول له بقى sudo apt dash get upgrade. طبعا انا مش هعمل لها upgrade دلوقتي عشان ما تبقاش بطيئة معايا في الحاجات التانية اللي انا عايز انزلها، بس هي كده خلاص تعتبر ان هي جاهزة يعني ان انت تقدر تشتغل عليها بعد ما تعمل upgrade. تاني حاجة، ساعات وانا شغال بتلاقيني اني بكتب كود على اي دي اسمه بايت شارب. تعالى ننزله برضو، سوري، هنا كده هتقول له داونلود بايت شارب. لان يعني ساعات كده ما بنيجي نحل بكتب كود عشان يسرع معانا مثلا عمليات الانترودر، الحاجات دي بروت فورس. تيجي من هنا هتنزلها كوميونيتي اديشن، تعمل له داونلود
سيف فايل، اوكي. المفروض ان هو ينزل بقى معانا هنا اهو. يلا اكسلانس، المفروض ان هو مش هياخد وقت يعني. تمام. بعد ما هننزله هنفكه ونعمل له انستول، خليه بس ينزل واحنا ايه هوريك واحده واحده كده احنا المفروض نعمله. اهو المفروض ان هو كده نزل. تعالى بقى السي دي داونلودز ال اس، هينزل بالمنظر ده. تقول له سودو تار داش اكستراكت زيب فايل باي تشار، المفروض ان هو ايه اكستراكت معاك الباي تشار. على ما يعمل له اكستراكشن كده تعالى ايه اوريك برضو هنحتاج ننزل ال بلجن ده عشان البيرب فوكسي بروكسي ستاندر ادون. ولا خلينا نمشي ستيب باي ستيب، بلاش ايه اهو ده خلص اهو. تعالى كده نفتحه sudo dot slash pycharm bin pycharm dot sh. المفروض ان هو فتح معاك اهو. accept continue send anonymous statistics new project create. كده بقى عندك الاي دي اللي انت ممكن تشتغل عليه، تعمل عليه اي اكواد بايثون انت عايزها. لو حتى بتتعلم بايثون او حاجه ممكن تشتغل على الاي دي ده على طول. انا هو بحب اخش، اول ما اخش تعالى نعمل له ديسكتوب شورت كات عشان بدل ما كل شويه تخش تفتحها من الداونلود دوت سلاش بايت شار مش عارف ايه، لا نعمل له على طول شورت كات على الديسكتوب. كرييت ديسكتوب انتري كرييت فور اول يوزرز اوكي. انو منين اوكي بقى موجود هنا اهو، بقى موجود عندك هنا اهو، ممكن تدوس عليه على طول. تاني حاجه مثلا ممكن نيجي من هنا سيتنجز، حاجه برضه انا بحب اعملها لان الفونت هنا صغير. عايز تغير السي ممكن تغيره من هنا فونت سايز، بس الافضل ان احنا نيجي على الاديتور جنرال تشينج فونت وذ ماوس كنترول الماوس ابلاي اوكي. كده الفونت هيتغير معاك اهو عادي. ايه تاني ممكن نشوفه؟ تعالى نشوف مثلا لو حبينا نعمل انستول لاي باكجز، بدل ما انت تعمل بيب انستول هو البايثون بيتكير من الحاجات دي. سيتنجز اديتور بروجكتس انتربتر اد، تعالى مثلا انستول ريكويستس ريكويستس انستول باكج، هينستول هاي باكج انستول سكسسفلي ثانك يو فيري ماتش اوكي. انا لو قلت له امبورت ريكوست هاي نزلت معانا هي ما فيهاش مشكله. تمام. ايه تاني اللي احنا بنحتاجه؟ تعالى نشوف الفوكس بروكسي اد تو فايرفوكس، لان احنا ساعتها هنحتاج ان احنا نوقف الترافيك. اد allow this extension to work in private window اوكي. تعالى سي نفتح البرب برب سويت عشان نخلي الترافيك تروح على البرب الاول، عشان لو حبينا نعمل ريبيتر او انترودر او نوقف الترافيك ونبص عليها بروكسي الكلام ده. I accept next startup اوكي. هنيجي هنا مثلا على البروكسي، في عندك اوبشنز، شايف الاوبشن ده اللي هو ده كده هنا 127.0.0.1.8080، ده اللي هو المفروض ان انت هات كونفيجر فوكس بروكسي عليه. هنعمل له كونفيجريشن فين واحدة جديدة برب options add هنسميه برب suite البروكسي id 127.0.0.1 والبورت زي ما هو مديهولك 8080 save. تعالى هنا شغل البرب واقول له مثلا google.com
ادفانس. طبعا هنا عايزين ان احنا نسطب ال بتاعة البرب السيرتيفيكت، فهتيجي هنا تقول له http verb ca certificate save as okay. طبعا هي كده المفروض نزلت اهي، وهنروح على ال settings certificates view certificate import دي السيرتيفيكت بتاعت البيرب اهي، open trust اوكي اوكي. تعالى نرجع تاني على google.com ونعمل له run، وقف في البروكسي اهو، انترسبتر وقف الانترسبتر، اشتغل معاك اهو السيرتيفيكت بتاعت البيرب سويت بورت سواجر. اوكي، ايه تاني ممكن ان احنا نشوفه؟ ده كده الفوكسي بروكسي اهو، الاي دي اي هتحتاج برضو ان انت يبقى عندك اكاونت على البورت سواجر، عشان تقدر ان انت تتابع برضو معايا اللابات. هتيجي من هنا عادي خالص، لوجن كرييت اكاونت، وتحط بقى البروسيس بتاعتك العادية، تحط الايميل بتاعك وترجستر، هيبعت لك الباسورد بعد ما تفيرفاي الايميل، وتبدأ تخش عادي. هتيجي على اكاديمي اول لابس، اهي دي كده اللابات اللي احنا بنحلها لحد دلوقتي. متهيألي احنا حالين بتاع، مش متأكد بالظبط، بس هو ما بين 90 و100 او 80 و100 لاب، مش متأكد عددهم كام بالظبط، بس هو معظم اللابات اللي احنا بنحلها هتلاقيها هنا في اللابس دي كلها. تمام، ايه تاني مثلا ممكن تحتاجه؟ ممكن تحتاج برضو ان انت يبقى عندك اكاونت على هاكس بوكس، عشان الماشينز ساعات بحل الماشينز من على هاكس بوكس كنوع من انواع التريننج. هتحتاج ان انت يبقى عندك اكاونت جوين ناو، وتحط الديتيلز بتاعتك هنا. المفروض ان انت بقى تحط اليوزر نيم والباسورد. هو الاكاونت فري، وبيبقى فيه ماشينز انت ممكن تعملها سبون وتبدا تتدرب عليها من غير فلوس، بس بيبقى فيه ماشين تانية محتاجه فلوس، وهو ال يعني السبسكريبشن بتاعه $10 يعني. فشوف كده، وهو يعني هيفيدك كتير يعني. اوكي، ايه تاني ساعات؟ ساعات مثلا هنا مثلا ساعات بتلاقيني وانا بحل بقسم الشاشه، مش عارف ايه الكلام ده، ده كله بعمله من هنا preferences شورت كاتس، مثلا close sub terminal. انا عاده بستخدم alt c، بخليها alt c عشان الكنترول بيستخدم في حاجات كتير. ايه تاني مثلا؟ new tab، في new tab alt new split terminal horizontally alt h vertically alt v، ومثلا ال behavior برضو بغيره، بخليه open new terminal in window. ايه تاني؟ appearance ممكن نغير الفونت، خليه 18. اوكي apply اوكي اهي، بقت عندك مثلا قلت له vertically بالمنظر ده، مثلا horizontally بقى في 2، control c control c. تمام، بس متهيألي ان هي دي الحاجات يعني اللي احنا بنحتاجها في عشان تقدر تمشي معايا في التريننج. بس لو في حاجة تانية انا بس يعني انا بعملها في اثناء الفيديو، انا بمشي معاك خطوة خطوة ازاي نعمل لها داونلود وازاي نعمل لها سيت اب، بس ده البيزك سيت اب بتاع اللاب بتاعك. هتحتاج ان انت يبقى عندك فوكسي بروكسي عشان تقدر تنترسبت الترافيك، هيحتاج ان انت يبقى عندك اي دي اي اللي هو البايت شارم عشان تقدر تكتب كود، هيحتاج ان انت تبقى عندك الكادي في ام البروكسي بتاعك، في كام برضو حاجة بنسطبها، بس انا همشي معاك واحدة واحدة واحنا بنسطبها في الفيديوهات الجاية. اتمنى الفيديو يكون خفيف كده وبسيط بالنسبة لكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.